السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي بمدارس الدلتا الدولية للغة. سنتناول اليوم شرح درس من دروس النصوص المهمة بعنوان أيام الطفولة. أرجو من أبنائي وبناتي فتح الكتاب المدرسي صفحة 31 حتى نتمكن من متابعة قراءة الدرس سويا. في اليوم الأخير من المسابقة اجتمع الأصحاب كالعادة وجاء دور هناء لتعرض القصة التي اختارتها، فقالت: لقد قررت أن أعد لكم مفاجأة، فقد تخيرت قصيدة تحكي قصة شاعر يتحدث عن أيام طفولته وكيف كان يعيش الريف ويحب الذهاب إليه والاستمتاع بجمال مناظره الطبيعية الساحرة في الإجازة، مصطحبا صديقه. ترى كيف عبر الشاعر عن حبه للريف؟ اليوم سوف نتناول شرح النص الذي اختارته هناء، وهو قصة شاعر يتحدث عن أيام طفولته في الريف ويعبر عن سعادته بالريف ومناظره الخلابة. الشاعر الذي يحكي لنا اليوم، الشاعر التونسي أبو الشاعر التونسي هو الشاعر التونسي أبو القاسم الشاعر. شاعر تونسي ولد عام 1906 في قرية الشافية جنوب تونس. تعلم في المعهد الزيتوني وتخرج في مدرسة الحقوق التونسية وتوفي عام 1934 ميلاديا. له ديوان شعر اهتم فيه بقضايا الثورة وحرية الشعوب. زي ما احنا تعرفنا يا ابنائي الاعزاء على الشاعر ابو القاسم الشافعي، هو شاعر تونسي اتولد عام 1906، له اتولد في قرية تونس وله دواوين شعرية كثيرة. الشاعر أبو القاسم الشافعي سوف يتناول اليوم عرض نص يحكي لنا مناظر الخلابة للريف، يتحدث عن أيام طفولته وكيف كانت أيام هادئة مشاهد الريف خلابة، يستمتع بالعصافير في الريف بالهدوء الجميل، أيام يملأها السرور والفرح، يمرح مع صديقه ويسعد، كان يبني البيوت مع صديقه فتهدمه الرياح وببراءة الأطفال لا يحزن، وكان يستمتع إلى الأغاني أغاني الصواقي هو وصاحبه الجميل ويستمتعان بالفرح والسعادة. النهاردة هنبدأ نتناول النص، أرجو منكم فتح الكتاب ومتابعة معي قراءة النص جيدا حتى نتمكن من حفظه، الحفظ الجيد لأن النص من النصوص المهمة، وحفظ النص بيساعدنا إن احنا نقدر نجيب عن الأسئلة المطلوبة مننا. سوف نتناولها بالشرح إن شاء الله.
أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطيب ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير، أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضر ولا نفور، ونعيد أغنية الصواقي وهي تلغو بالخرير، نجدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبوب، ونظل ننصر الفضاء الرحب والنهر الكبير، ما في فؤادينا من الأحلام أو حلول الغرور. أتمنى من أبنائي وضع خط تحت الكلمات التي يصعب فهمها. سوف نتناول الآن شرح الأبيات. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير. ما معنى كلمة حلاوة؟ كلمة حلاوة بمعنى جمال، الروض بمعنى الحديقة، المطير الذي ينزل عليه المطر. جمع الحياة الحيوات. الشاعر يتحدث عن أيام طفولته فيقول: كانت الحياة هادئة ومشاهد الريف خلابة. في البيت الأول الشاعر يتحدث عن أيام طفولته ويقول أن كانت أيام هادئة ومشاهد الريف فيها خلابة. من منكم يستخرج مظهر جمال من البيت الأول؟ في البيت الأول حلاوة الروض المطير، تعبير يدل على جمال أيام الطفولة. الجمال في هذا الشطر من البيت حلاوة الروض المطير، تعبير يدل به الشاعر على جمال الحياة أيام الطفولة. البيت الثاني: ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. في هذا البيت الشاعر يقول في البيت الثاني: ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. وداع بمعنى هدوء وسكون، ومضاد وداع شراسة. جداول أنهار صغيرة، النمير الطير، ومضادها الخبز. وداع بمعنى هدوء وسكون، جداول ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير. ما الجمال في جداول الماء النمير؟ تعبير جميل يصور الحياة في هدوءها والسلام الذي يعمها، مما يجعل العصفور آمنا سعيدا. مضاد معنى وداعة هدوء وسكون، ومضادها شراسة. جداول أنهار صغيرة، النمير الطيب، ومضادها الخبيث. البيت الثالث: أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور. الشاعر يتحدث عن براءته أيام الطفولة ويقول أنه لم يعرف من الدنيا في هذا السن الصغير سوى الفرح والسعادة. السرور بمعنى السعادة، مفرد أيام يام، جمع الدنيا الدنيا. ما الجمال في هذا البيت؟ أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، تعبير يؤكد براءة أيام الطفولة ومرحها وتصوير السرور بإنسان يمرح. وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. أكواخ بمعنى بيوت صغيرة، أعشاش بيوت. نبني فتهدمها الرياح فلا نضب ولا نصوب. نبني فتهدمها الرياح فلا نضب ولا نصور. هذا البيت يدل على براءة الأطفال، فالشاعر وصاحبه يبنيان البيوت الضعيفة تحت أعشاش الطيور، وعندما تأتي الرياح فتهدم هذه البيوت الضعيفة، فلا يحزن الشاعر ولا صديقه. فلا نضب ولا نصور. ما معنى نضب؟ نجزع. نصور نغضب. ما الجمال في هذا البيت؟ بين نبني ونهدم تضاد يقوي المعنى ويبرزه. فلا نضب ولا نصور، تعبير جميل يصور براءة أيام الطفولة ووداعتها وحبها للحياة.
ونعيد أغنية الصواقي وهي تنمو بالخليل. نعيد بمعنى نكرر، أغنية جمعها أغاني، مفرد الصواقي الصاقية، وهي تنمو بالخليل أي تتغنى بصوت الماء. الشاعر وصديقه يعيدون أغاني الصواقي، أغاني الصواقي وهي تتغنى بصوت الماء. وهنا تعبير جميل، يصور الصواقي في ضخال الماء بأنها تغني. نجدو ونرقص كالبلابل للحياة وللحبور. الشاعر يتغنى ويسعد بأيام طفولته الجميلة ويقول نجدو ونرقص كالبلابل. نجدو بمعنى نغني للحياة وللحبور، الحبور الفرح. وهذا البيت تعبير يصور الأطفال بالبلابل المغردة ليدل على السعادة. في هذا البيت الشاعر يصور نفسه وصديقه بأنهما كالبلابل التي تغني سعيدة، سعيدة بأيام الطفولة الجميلة ومشاهد الريف الرائعة. وفي البيت تعبير جميل يصور الأطفال بالبلابل المغردة ليدل على السعادة والفرح. ونظل ننثر للفضاء، نظل بمعنى نستمر، ونقم ننثر للفضاء نوزع عليه الرحب الواسع، الرحب بمعنى الواسع. وفي هذا البيت تعبير جميل يدل على مدى السعادة والفرحة التي تملأ قلبي الشاعر وصاحبه. هذا البيت يدل على مدى السعادة والفرحة التي تملأ قلب الشاعر وصاحبه. فهذه الفرحة من الممكن أن توزع على النهر، تملأ الدنيا بالسعادة. ما في فؤادينا من الأحلام أو حلم الغرور. الشاعر فؤاد طبعا بمعنى القلب. الشاعر هنا يؤكد براءة الطفولة بأن قلوب الأطفال لا يملأها إلا التواضع وعدم التكبر، ويصور غرور الأطفال بشراب حلو المذاق. حلو الغرور تعبير جميل يصور غرور الأطفال بشراب حلو المذاق. ما في فؤادينا من الأحلام تعبير يؤكد براءة عهد الطفولة. سوف أتناول معكم الآن أبنائي وبناتي قبل أن أعرض عليكم بعض الأسئلة الشرح المجمل للنص حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة. كانت الحياة هادئة ومشاهد الريف خلابة، تستمتع العصافير بهدوء المياه والحياة في الريف بجوها الصافي الجميل. هي أيام كان يملأها الفرح والسرور، حيث كان الشاعر وصاحبه يمرحان ويبنيان البيوت الصغيرة تحت أعشاش الطيور. هذه البيوت تهدمها الرياح لأنها ضعيفة، ولكنهما لا ينزعجان ولا يغضبان، وإنما يستمتعان بجمال الريف وحدائقه وجداوله التي تجري فيها المياه المتدفقة من الصواقي محدثة صوتا كالغناء. فيشاركهما الشاعر وصاحبه الغناء الجميل والرقص، فهما يعشقان الطبيعة والجمال، ويستمران ينصران للفضاء الرحب والنهر الكبير ما يحلمان به من الأحلام العذبة. وتفيض أحلامهما التي تملأ قلبهما على الكون من حولهما فتزيده بهجة ممتعة. سوف أتناول معكم أبنائي بعض الأسئلة لنتمكن من الفهم الجيد للنص. ما الأيام التي يتحدث عنها الشاعر؟ الأيام التي يتحدث عنها الشاعر هي أيام طفولته وذكرياته الجميلة. أما الفكرة التي يدور حولها النص هي سعادة الشاعر بحياته في الريف. ماذا أفاد تكرار كلمة أيام؟ ليدل على حب الشاعر لهذه الحياة. ماذا يفعل الطفلان تحت أعشاش الطيور؟ كان يمرحان ويبنيان البيوت الصغيرة. ما موقف الطفلين من هدم الأكواخ؟ لا ينزعجان ولا يغضبان.
بما وصف الشاعر سواقي في النص بأنها تغني. في البيت كلمات تدل على الفرح والسرور مثل تلغو، مرقص، بما يحلم الطفلان بالحياة الجميلة العزب. تناول النص أربعة أفكار رئيسية: أولا حلاوة أيام الطفولة، ثانيا أكواخ الطفولة، أغنية الصواقي، أحلام الطفولة. سوف نناقش معا بعض الأسئلة كتقويم على الدرس. ماذا يفعل الطفلان تحت أعشاش الطيور؟ يمرحان ويبنيان البيوت الصغيرة. ماذا تفعل الرياح بالمنازل؟ تهدم الرياح المنازل. كيف يستقبل الطفلان ذلك؟ ما حدث؟ لا ينزعجان ولا يغضبان. ماذا يمنح الطفلان للنهر الكبير؟ يمنح الطفلان للنهر الكبير ما في قلبهما من الأحلام أو حلم الغرور. بما وصف الشاعر السواقي في النص؟ وصف الشاعر السواقي في النص بأنها تلغو بالخليل، أي تتغنى بصوت الماء. أتمنى من الله أن نكون قد عرضنا درسنا اليوم بطريقة أفادت جميع طلابي وطالباتي، وأتمنى حفظ النص حفظا جيدا، التركيز على حفظ اسم الشاعر ومكان مولده، حفظ مظاهر الجمال،